رح نتابع محطاتنا والشيف صار جاهز وناطرنا والريحة بتطير على قد ما طيبة. رح ننتقل لعنده لحتى نشوف وين صار ورشة ملح. غيدا غيدا أحبائي لو سهلا فيكم، لكن بسكويت شوفين صار جاهز. أوكي كمان تنقول كعكة، تنقول كروستاتا، تنقول تارت مع الدراء يلي هو كومبوت كمان جاهز. إذا بدنا نروح على توسكانا ونحكي عن البسكوتي توسكاني كمان جاهزين. يعني فينا نحن هلا نخلص عالم المطبخ، نخلص برشة ملح ونروح على البيت، بس هيدا لا. نرجع هلا ورقة وقلم دايما، وهيدي عم تصير دايما معكم. أنا بس أقول ورقة وقلم أنتم بتكونوا عم تشربوا قهوة. ورقة وقلم، لأنه بعدين شو بصير؟ بترجعوا على الفيسبوك أو بترجعوا على اليوتيوب يا شيف شادي ما لحقنا، فخلونا دايما. الوصفة هلا قدامكم رح تطلع وهي الشوفين، كعك الشوفين يا ماما. هيدي العجين ها طم طم طم. اوكي وين الكعكات هلا بنجيبهم؟ هيدي اللي عملناها اللي هي عبارة عن كوبين من الشوفين، او انتم هلا عم تشوفوا قدامكم الضعف تبع الوصفة. انا عملت نصها، يعني حطيت لكل، انتم شايفين لكل ثلاث اكواب تنقول، ونص من الشوفين بنحط كوبين من السكر. انا حطيت كوب من السكر مع كوبين كمان من الشوفين. حطيت حوالي 60 70 جرام من الزبده بقلبها، هون مكتوب كمان 110 جرامات من الزبده. يعني بمعنى اعملوا هيدي الوصفه بتطلع معكم بهالطريقه، وبس تطلع معكم بهالطريقه طلعوا هيدي هي العجينه. طلعوا كيف؟ واو شو حلوه تعقد. ساعتها شو بنعمل فيها؟ او فينا نعمل فيها هيك بطريقه انه انا اليوم بجي بحطها، طلعوا كيف، وهيدي هي العجينه. هلا بتقولوا لي بتفتفت، اوكي بتفتفت، ما نحن ما حاطين فيها غير شوي صغيره من الزبده، بس بتعقد بتجنن. فينا نعملها بهالطريقه، كما انه فينا ناخذ غيرها كمان نعملهم. طلعوا كيف نعملها مثل السنيوره، يعني نحن نجي لهون نعس عليها شوي، طلعوا كيف نظبطها، اوكي تطلع معنا حلوه. واذا بدنا فينا نحط فيها كمان وحده من اللوز، يعني فينا نعملها بهالطريقه حلوه. وفينا نعملها مثلا ناخذ هالعجينه هيك ونجي نعملها مبرومه، ونجي نكبس عليها ونعملها كانها بسكتس، وفينا كمان نمدها ونقطعها مثل ما بدكم، ما عندنا اي مشكله. اوكي لك وانا بالفرن بسرعه يا شيف شادي. تنجيب اول شيء بدنا نجيب التارت مع الدراء، نفرجيكم اياها، وهلا نشوف كمان الوصفه ونجيب كمان بسكويت شوفين. تارت الدراء يعطيك العافيه، وهون كمان التوسكاني بالفرن. يلا كعكة الدقراء يعطيك العافية، حطك هون هلا، طلعوا لك شو حلوة. رح دوخ الكاميرا. يا عمر رح تدوخ معي اليوم. ايه ليكو شو بدي اعمل؟ ايه نعمل هيك، نشيلها كمان كلها سوا بهالطريقة، هي بتنشال معنا. اوكي اعمالكم اعمالكم اعمالكم، هلا سخن كثير، فأنا رح اقدر اكيد. اوكي ما راح نقدر اكيد بالمره، شفنا خربنا الدنيا. خليك خليك خليك، براو يا عمر. بس راح شيلها شوي. اوكي بهالطريقه هيك راح نشيل الكعكه كلها سوا ونطلع فيها بهالطريقه. تطلعوا اوكي، ونجي لهون نجيبها كلها 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 الكعكه. تطلعوا كيف، واحد اثنين ثلاثة، واو، واحد اثنين اثنين. بنروح كمان على البسكتس اللي كمان حكينا عنهم، اللي هن كمان الشوفين. طلعوا شو حلوين، بيعقدوا، ها بعدهم سخنين، أفقط من هيك سخنين. عجينة تبع مين؟ تبع الكروست تاعتها. ثلاثة طحين، 10 ثواني، غيدا رح ياخذهم منك. ثلاثة طحين، بنروح على نص من السكر، بنروح على كباية من اللبن، بنروح على شوي صغيرة من الزيت، وهلا بدي أحضر عجينة ليه شفتوها تبع التارت. غيدا لعندك. شكرا. شفتي هالانجاز؟ شو شاطر؟ انا كل العالم بيساعدوني مش مثلكم. ماشي عمر، حط لي التفاحه على راسك، خليك عمر عنده لحظه. حط لي التفاحه على راسك. ليش في معك سيف؟ معي هون راح. انا هوسكيكين بعرفهم، عندي علاقه كثير حلوه معهم. يلا جو. مرتك لازم يكون عندها علاقه جيده معهم، عم تهاجم النساء يسترداي. انا بفرجيك. ايه مرتي عندها علاقة كثير كبيرة مع السكاكين، زي ما يكون عندها علاقة معي، عندها علاقة مع السكاكين، فمشكلة كثير كبيرة. أحسن. أنا كمان لأنه لقيتها أسورتي مع تيابك النودو نايفز اللي رح تخبرنا عنه اليوم أكثر دومينيك، وأكيد كمان عندها برودكتس جديدة رح تخبرنا عنهم أكثر بـ تي في شوبينج.
صباح الخير دومينيك. صباح الخير غيدا. بعده واقف الشيف بس شادي. ما استرجع حتى التفاحه. ما حتى التفاحه لانه انا افكر ما اصيب التفاحه، اصيب شيء ثاني. ما هو مش هيك حسه قلبه. اليوم نبدا بالنودو نايفز. بديك نبدا فيها. يلا بنبدا هيك شكله مهضوم. لا اليوم عندنا ثلاثة ايتمز اصلا بدنا نحكي عنهم، نبلش بالنودو نايفز، بيرجع نيو ويف اوفن مع الاوفر يلي الكيبيز معهم. النودو نايفز هن سكاكين خرج النسوان والعلاقه معهم مزبوط. ايه معه حق كان الشيف هيدا او هاراكيري اذا أو واحد بده ينتحر. ايه لا افضل يشبوا له ينتحر غيره من ينتحر حاله. هن بيجوا سبع سكاكين كل وحده لها الفانكشن تبعها السبيسيال. هيدا السكين يلي اسمه الشيفس نايف هو الفيفوريت تبع الشيفات لانه فيهم مثل ما بنشوف هون الفتحات في ثقوب بقلبه مزبوط. هو كرمال وقتها بتكون عم بتقصي في كثير اوقات بيلزقوا الاشياء على السكين، نضطر نترك الشغله لقطينا تنقيم الاشياء وننزلهم. وقت اللي عم نقص بهيدا ما في شيء بيلزق، بنضمنا لقطينا وبينقصوا كلهم بشكل منتظم. في عنا هيدا السكين الصغير يلي راسه في له راسين فيه، هو خصوصي كرمال الجبنه. يعني منقص ايه. ومنشكها فيها. حلو هيدا بوجع كمان. حضري لي اياه للشيف. اللسان بيقصوا شقفتين هيدا كثير بريسايز. لا بنعوز الشيف. حتى سكين ما حد يتني. انا؟ ايه جبت لك السات ما عطيوك اياه؟ اعطيتهم لامي. ما حق علي. انا عملت وجباتي. طب هي عملتك الكادو شو خصني اذا انت عم تتبرع فيه لامك؟ لا امي شو بعمل؟ طيب عظيم بالعكس يا مرضي. حدا من العائله يا مرضي. بيرجع في هيدا الجابانيز نايف يلي هو هيدا الهراكيري. هيدا هو الهراكيري. هيدا الهراكيري اللي بدك اياه. هيدا خصوصي تخين كرمال يقص السمك الدجاج اللحمه كل شيء شقف كبار بيقص كثير منيح. بيرجع في هيدا يلي مثل ما منشوف هون هذا تبع منشار الخبز. منشار الخبز اكزاكتلي. الباجيتات الكبار اللوفس الكبار يلي بدهم قص هيدا كتير خرجون. بيرجع في هيدا يلي انا كتير بحبه مثل ما منشوف هون في التمويج تبعه من تحت. هيدا خصوصي كرمال نقص الساندويتشز او كل شيء فيه لايرز يعني الطخان يلي محشيين اشياء طيبه. في كتير اوقات بنقصهم بالسكين العادي بيفرطوا بيطلعوا الاشياء من براتهم. هيدا اذا قصينيهم فيها بيضلوا محافظين عليها شكلها مثل ما هي. بيرجع في هيدا الصغير يلي مهضوم كتير. هيدا خصوصي كرمال تستحكمي فيه لتعملي ديكوريشن يعني. في كتير اوقات بالبطيخه بالاورنجز يلي بدنا نحفر فيهم او نعمل ديكوريشن هيدا هو مختص لها. ولاست بات نوت ليست في هيدا السكين يلي فور افري داي يوز يعني اذا عم ناكل ستيك او فيليه دجاج او شيء وبدنا نقص بسكين منيح. عنده سنين منيح. عنده كثير مسنون خرج كثير اللحمه. ومهضومين كيف بيرجع بنشكوا لانه سهل كثير مثل ما هن لانه معموله من فايبر يلي هي خصوصي كرمال نقدر نصوبنهم بالصابون والماء ويتنشفوا بالهواء. كل فتره بدنا نعملها كرمال ما تحشي غبره ويضل وقت منشك السكاكين نظيفه بقلبها. ما قلنا غير نفوت السكاكين بحيلا شك منشكهم شك اذا بدنا نفش خلقنا بدنا ما نفشهم بحدا مثلا ايه هرب هرب هرب, إيه؟ هرب دغري صاير عائله كثير هلا وقتها في سكاكين شكيناهم وخلصنا تلفيل المرجلي بيقولوا هريبة. هيدا النودو نايفز بنكون خلصنا عنهم حقهم $64 واصلين على المشاهدين بدون اي تكلفه اضافيه. واصلين لعند المشاهدين ما تنقذوا مش على المشاهدين. لا 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 لعندكم بكل انتظام وتهذيب. بدون اي كلفه اضافيه بيحصلوا عليهم بس من خلال عالم صباح من خلال الويب سايت اللي بتشوفوه امامكم. صح على الشاشه. صح. الايتم الثاني اللي بدنا نحكي عنه هو النيو ويف اوفن يلي هو اوفن بيغنينا عن الفرن وعن الغاز وعن الميكروويف لانه بيشتغل على سيستم ثلاثة اشياء يلي هن كونفكشن كوندكشن والترا فايولت الانفراريد ريز. هلا اول شيء تفرجي قبل ما احكي كيف تشتغل على المحتويات تبعها. بتجي هي هيدي المكنه يلي من بلكسي معموله من برا كرمال نقدر نشوف اللي جواتها. بيجي فيها بس اللحمه والدجاج منهم بقلبهم هن بالعاده. لا لا هلا دومينيك جبتهم معي ولا حتى انا جبتهم معي. بيجي في تو راكس، هيدي الراك الواطيه وهيدي الراك العاليه. اذا بدنا نحمر شيء بنحطها فوق هيك اللي
الهيت دغري الهيت ويفز بيضربوها بحمروها من فوق، واذا بدنا نستوي مثل ما انا مستعمله هون الاشياء على رواق كرمال تستوي وفيها تحمر بس بلا ما تحترق بنستعمل الراك الواطي. هلا بيجي كمان فيها صانيتين، الصانية المحطوطة هلا يلي سايزها أكبر فينا نحط الخضرة والأشياء يلي بقلبها، مثلا نحن وحاطين لنستوي هيدا الشيء فوق فينا نحط الخضرة تحت كرمال تنزل الصوص عليها exactly. وبتستوي مع طعمة. بيرجع في هيدي الصانية الأصغر حجم كمان فينا نستعملها، بلس هيدي السيليكون تري يلي مفرجية أنا الشغل فيها قبل بمرة كرمال البيتزا خصوصي، هيدي الست كلها كومبليت تبع البيتزا مع البانس يلي فينا نستعملها كرمال حسب إذا البيتزا بقلبها كرمال ما نحرق إيدينا من وراها نبرمها ونستعملها. وهيدي البلاتو مزبوط تبع يلي منحط البيتزا عليها كرمال نقص فيها. اوكي سو هيدي مثل ما قلت فينا نستعمل نطبخ شو ما بيقطع براسك فيك تستعملي فيها. هلا هيدي انا اليوم مثلا حاطه لحمه هامبرجر مع ناجتس مع شقفتين بيكن حطيتهم علي هون، اذا فينا نفرج المنيو معروف مع بصل وكاتشب البرجر ما قطعت براسي اوكي ما قطعت مرتي جاي بعملها اوكي بنقعها صوت مايونيز خلص اوكي. بيرجع في المنيو هون مثلا نحسبي انا بدي اطبخ فيها بحط كوك تايم 5 minutes 2 minutes هلا لحميها بيرجع بحط ستارت هلا عم بتحميها. هلا كيف سيستم الشغل فيها؟ يعني بتستويهم من برا من جوا وبتحمرون كونفكشن كوندكشن وانفراريد. هلا نحن انا قمتهم هول متلجين مثل ما هن من الفريزر حطيتهم بقلبها وهي لوحدها عيرتهم 15 مينت هي لوحدها استووا، ما استعملت ولا زيت للقلي ولا زيت سبراي حتى تمام. يعني مشي مثل ما هن حطيتهم بقلبها. هلا شو الادفانتجز تبعها؟ انه اول شيء اتس فيري هيلثي كوكينج، يعني بامريكا بيستعملوها خصوصي كرمال للدايت سنترز او للهيلث سنترز كرمال القلب كرمال كل شيء كوليسترول بيوقف تريجليسيريد كل شيء فيه فات يلي عم بيمرضنا هيدي بتنقم كومبليتلي بلا ما تقي منك، يعني عم تاكلي نفس الاكل مش عم تعملي كومبليت دايت بس بزيت الوقت عم تاكليون هيلثي صح. وبعدين التري يلي تحت من بعد ما تطبخي هالاشياء بتشوفي قد ايه نزل منها زيوت ما بتقدري انه ممكن هيدول كلهم عم بيفوتوا على بطننا ونحن مبسوطين وعم ناكل بس ما بتعرفي اي ضرر عم بيسببوا. صحيح. بقى هيدي النيو ويف اوفن مش بس طيب اكله ومش بس براتيك للاستعمال اتس فيري هيلثي، يعني بدنا نستعملها كانه دواء. وهلا بفصل الصيف اذا بدنا نعمل دايت مايويات ما مايويات فضايح هيدي اتس ذا كيور، يعني اذا بننتبه على اكلنا بنطبخ كل شيء فيه. بعدين فيك تستعمليهم عده طوابق صح. يعني فيك انا هلا فوق هاي فينا حط مثلا فرايز، انا فيني اقلي بطاطا بلا ما اكون قليتهم بزيت فيها. ليه؟ لانه الهواء عم بيبرم الحراره بقلبها ايفنلي، يعني بلا ما استعمل زيوت الهواء بده يقلي لي بطريقه القلي بده يستوي لي البطاطا فوق. اوكي سو فينا حط رف بطاطا فوق وفينا اعمل خضره تحت كمان سو صار عندك فول كومبليت بالانسد ميل. خلصت الشاطره هيدي الشاطره حمتهم ليك شو حلو الناجتس صاروا بعدهم كريسبي مثل ما بنشوف هون بعدهم كريسبي واحمر وجهن، الهامبرجر استويت واحمرت والبيكن في كثير اوقات وقت بنعملهم بيكون فيهم ابيض من قيمهم شو بيبقى لنا مشي شويه لحمه. بهالطريقه دابت كل الفات يلي بقلبها فيك تاكليها كريسبي مثل ما هي خالصه هيك. يعني انا هلا بنمرق لك اياهم مع الكاتشب يا شيف. ايه واي همك فيها اسانسور في بيروحوا نط لعندك ركض لعندك هن مبسوطين يروحوا لعندك طوابق طوابق ايه بس هيدي هيلثي يعني بدك لازم تعمل سبور شوي ايه اكزاكتلي بقى هيدي النيو ويف اوفن بيجي مع الاوفر يلي هو الكيبيز بيجوا فيهم خمس قطع. الكيبيز هن حكينا عنهم عدة مرات قبل، هن اغطية لحيلا واعي نحن بدنا اياه، ان كان مش لانهم سيركل لازم يكون واعي مدور، بيقدر يكون ريكتانجل بيقدر يكون سكوير حسب كبره. بعدين هول معمولين من نايلون يلي هيدا النايلون اتسيلز اوف الهواء بهالطريقة لازم نكبس عليهم حتى يقطع الهواء، وقتها بيقطع الهواء
يا حلو ما بيقعد بيقطع المي نزل. ما بتعود بتقطع المي بس يقطع الهواء ما بيقعد يقطع شيء خلص. واذا بدنا نفكها فينا نكبس على هدول النقط هون ليفوت الهواء بيفوت الهواء بترجع بتتنفس. دونك حيلا شيء بيبقى معنا بالاكل حرام نكبه اكيد مندبهم بهدول. الحلو فيها انه بتقطع الريحه كومبليتلي يعني حتى فضلات طبخ او شيء اوقات بيكون فيهم بصل وثوم ما بيكونوا مسكرين بغير اشياء كومبليتلي بضل طلعنا ريحه البراد. هيدول بيقطعوا الروايح والهواء وبيضلوا محافظين عليهم. هن اصلا بلا القفر حقهم $33 ومع القفر نيو ويف اوفن حقها $155 بيطلع لهم الكيبيز فور فري. لا قديش معهم وقت ليحصل عليهم؟ اليوم طول النهار كل النهار كل النهار اليوم هلا موسم صيف قاعدين عم نطول الاوفرز. فاذا الكيبيز بس بدي اخبر شغله انهم كثير هيفي ديوتي حاطين بالدعايه تابروير هيك طويل تيوب مع بطيخه بقلبها ومسكرين التابروير بالغطاء الكبير هون وبرموا التابروير نزلت البطيخه عليها من هون وما خزقتها. بتتخيلي قد ايه تقلى وكبرى البطيخه؟ يعني هيدي كثير هيفي ديوتي لازم بس من بعد استعمال حتى اوقات اذا ما صوبناهم ونظفناهم ببطلوا يلزقوا. ما نقول انه هول بطلوا يشتغلوا بيكونوا وسخين سو على طول لازم يتصوبنوا مثل الصحون وينحطوا ليتنا شافوا منيح وبيصيروا كثير براتيك انهم يستعملوا عده مرات. هول على طول بيستعملوا ما بنكبهم يعني المهم نحافظ عليهم مزبوط. هلا بس بدي اقول انه النودو نايفز بيجوا بلونين البيستاشيا اللي مبين هون وفي لون ثاني موف بيربل كثير خفيف فيري نايس كلر. المشاهدين وقت اللي بدهم يطلبون بليز يحددوا اي لون بدهم اياه. والكيبس كمان بيجوا لونين الاورنج والجرين فير بيستاش هيك فاتح كمان كثير كمان وقت اللي بدهم يطلبون يحددوا اللون كمان. رح اكيد نرجع نشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله دومينيك بعالم الصباح. شكرا كثير لك واهلا وسهلا فيك. رح نتابع محطاتنا بعد لحظات رح نكفي مع ابرز المحطات الجديده بخلال شهر رمضان المبارك وايضا ضيوفنا لليوم ورشه ملح كمان. خليكم معنا.